تبحث أوكرانيا في سبل إعادة تصدير مخزونها من الحبوب المكدس في الصوامع، وعلى الطاولة 4 خيارات. بمبادرة تركية أنشئ خط أحمر بين أنقرة وموسكو وكييف لحل هذه الأزمة، وفي نتيجته تنظم العاصمة التركية محادثات رباعية في هذا الخصوص برعاية الأمم المتحدة. وأكدت الأخيرة أن الأمر يتطلب مزيدا من الجهد للوصول إلى اتفاق على ممرات إخراج الحبوب من البحر الأسود إلى البحر المتوسط. وفي السياق نفسه، قدمت الأمم المتحدة خطة لتسهيل الصادرات من خلال إنشاء ممرات آمنة من الألغام التي يعرف مكانها في البحر الأسود، لكن هذا المقترح حصل على دعم محدود من موسكو وكييف. وفي الخيار الثالث، أعلنت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أن 16 سفينة أبحرت من الموانئ الأوكرانية عبر نهر الدانوب، وأوضحت الوزارة أن 90 سفينة أخرى تنتظر دورها للتحميل، متوقعة زيادة التصدير بمعدل 500,000 طن من الحبوب عبر هذه القناة. كما تجري أوكرانيا مفاوضات مع رومانيا وممثلي المفوضية الأوروبية بشأن زيادة المعابر في قناة سولينا. وأكدت وزارة النقل الرومانية أن حركة النقل زادت بالفعل 3 مرات مقارنة بمايو العام الماضي، مشيرة إلى أن إدارة هذا الارتفاع تتطلب مجهودا أكبر. أما المعضلة التي تواجه الخيارين الأخيرين فتكمن في طوابير الانتظار عند المعابر الحدودية التي تزداد يوما بعد يوم.